السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع المتتبعين الأوفياء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل اللي الله يخطيكم عليا كاملين. الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن جولة في ثلاثة ديال المطابخ الام دي اف وستراتي ديكور. هذا النوع ديال الفيديوهات كيعجبكم بزاف حيث كتكون فيهم واحد الاستفادة اللي هي شاملة من ناحية ديال تصميم المطابخ، الألوان والزليج ايضا. تابعوا الفيديو الى الاخر. الخدمه اللي غادي تشوفوا معايا اليوم هي ديال المعلم يوسف من مدينه الدار البيضاء، راكم كتعرفوه كاملين، ومجموعه من المتتبعين راه خدموا المطابخ ديالهم عنده. المطبخ الاول اللي غادي نبداو به هو مطبخ مخدوم بالام دي اف ديال ايطاليا، اللون ابيض بريون، المجوره هيدروليك بطبيعه الحال، لي زاكسسوار شي حاجه مزيانه. سي يوسف كما كتعرفوا راه كيخدم في جميع مدن المغرب. غادي نخلي لكم رقم الهاتف في التعليق الاول اللي بغى يتواصل معاه. كما كتشوفوا معايا هادو لي تيغواغ تحت من الفرنجه وتحت من الفران، جوج الولاع عاديين والاخير هو كاسرولي، يعني كيهز الاشياء اللي هي ثقيله. شوفوا معايا يعني الحموله ديالو شحال كيهز، ورا كاينين بحالهم في الجهه الاخرى كما شفتوا في اول فيديو تحت من لابلاك. وكما كتعرفوا بان مزيان الكوزينه يكون فيها لي تيغواغ بزاف، واخا هو شويه الثمن ديال الكوزينه كيطلع كل ما كانوا لي تيغواغ اكثر. شوفوا معايا هنا في جنب الثلاجه كيبقى لكم واحد لاسباس، حاولوا دائما تخليوه وديروه تما بلاكار. هنا هاد لاسباس هذا بقى فيه تقريبا 30 سنتيمتر كدير فيه ستوك ديال السلعه، ولكن بطبيعه الحال اذا بقى لكم اتساع اكثر، يعني كل ما كان هذاك البلاكار كبير كيكون احسن. فوق الفران كاينه جوج بلاكارات كيتحلوا الفوق حيت ما كايناش الميكرو اوند، وحدها كاينه صندوق العرض ديالو 70 سنتيمتر. في هذا الكوان القياس ديالو 63 سنتيمتر، يعني كيهوز الاشياء اللي عندنا كبيره. حدا لاهوط كاينه جوج بلاكارات البيبان ديالهم كيتحلوا الفوق، التحتانيه ديال الزاج وفيها لي سبوت من داخل كما شفتوا معايا، وهذيك الزاج كيدار له الصابلاج باش ما كيبينش الماء اللي كاينه من داخل. ومن الجهه الاخرى ديال لاهوت نفس الشيء باش كيجيو باراليل مع بعضياتهم وكيعطيو المنظر احسن في الكوزينه. بالنسبه لهذا البلاكار العرض ديالها 60 سنتيمتر كما شفتوا معايا في الفيديو، الكوزينه التصميم ديالها جا رائع. بالنسبه للثمن ديالها كامله بلي زاكسسوار الا ما دخلش الرخام والكتروميناجي بطبيعه الحال، الثمن ديالها 31000 درهم. دابا غادي تشوفوا معايا مطبخ اخر الثمن ديالو 33000 درهم، خدمو سي يوسف بمدينه تماره، هو اللي غادي يقربكم من التصميم ديالو. تابعوا معايا الفيديو. الكوزينه ديال تماره يعني بزاف الناس تيقولوا علاش ما كتخدمش المتر كاري، بالنسبه للمتر كاري يعني تكون واحد الموديفيكاسيون بحال مثلا هذا، وغادي نوريكم مع اخرى ثاني. انا هنا درنا جوج الكاسرول باش الا كانت شي حاجه كبيره كتهزنا، يعني بحال القوامات اي حاجه هنا ممكن تهزنا. يعني هذا انا دار هنا كيهز لكم بزاف الحوايج. ليفي كنديرو هاد بروتيجيل، بروتيجيل اللي كدار هنا، يعني هاد بروتيجيل اللي كتكالي على السدة ديال البوطة، وعلى الما لا كانش في يد ديال الما ديال ليفي هنا. هدا تاهو خلينا البوطة ديال لابلاك، وخلينا هدا تاهو هنايا، ونو هدا كوان، كوان تخليناه خاوي، يعني إلا كان شي حاجة كبيرة ممكن دار فيه هنايا. هنا الشبكة. هاد الشبكة هادي كاين لي كنديروها ليا يعني ديال بلاصة القرايب، كاين لي كنديروها غير ليطاجي، ليطاجي كتستغل يعني ليطاجي كتزيد تعاون خسر بالفاك تهز عليها. هنا ربعة ديال لي تيغوا، الشبكة ناويين نمشيو مع هادي ليها بحال كاسرولي، جوج ديال لي سيروار،
بالنسبه للشوفو انه الا كان في الكوزينه راه ما عندوش حتى شي مشكل، عرفت شي مشكل؟ يعني كنخليو ليه بلاصتو من نفس هنا من التحت ومن نفس من الفوق فين يدور ليه البرد ديالو. اللون ديال العلياني حتى هو استراتيجي ديكو والشركه اللي هي مزيانه كنصحها بزاف الناس، اكثر الناس اللي كتصور بها صعب، يعني اسم الشركه ريفيتو، يعني عندهم لا كاليتي امان، يعني حاجه مزيانه. والرامات يكون كيكون في رامات العود الكوانات تا هما جاو مزيانين، يعني الكوانات قد ما كانت كوزينة فيها الكوانات كتهز كتهز بزاف. هذا تا هو ممكن انه هو يعني كيكون عارق في 58 في البروفوندور ديالو، ومن ثلاجة ضروري ما كنديرو. اللي قلت لكم قبيلة هو هذا كيكون باشطار، يعني كيديرو فيه الشفاطة هنا، دار فيه المصلوح اللي كيكون طويل هنا، كيدير فيه اللي يحسن اللون تاهو تكشى هنا، يعني هذا كيهز كيهز كلشي. من بعد ما شفتو معايا هاد المطبخ اللي تخدم بمدينة تمارا وخديتو فكرة على التصميم ديالو، دابا غادي تشوفو معايا مطبخ آخر هو المطبخ الثالث، مخدوم في مدينة الناظور. هاد المطبخ اللون ديالو أبيض بحال رخام على شكل رخامي، بطبيعه الحال بلي بواني انتغري وبالمجوره اللي هما هيدروليك. اول حاجه نبدا لكم بها هي الثمن، المهم خدومه كامله بطبيعه الحال بلا رخام بلا الكتروميناجي، الثمن ديالها 38 الف درهم بلي زاكسيسوار بطبيعه الحال، ولي زاكسيسوار من نوع الجيد. ولكن كما كتشوفوا معايا راه كلها دي كاسرولي والمجوره، لا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه، وهذا الشيء هذا هو اللي كيخلي الثمن يزيد يطلع، يعني كل ما حيدتي لي تيغواغ وكانوا غير لي بورت كل ما كان الثمن ناقص. بالنسبه لسي يوسف اللي بغى يتكلف له بالمطبخ كامل، يعني حتى الزليج والصباغه والقبص، يعني يتكلف بالفينيسيون كامله، راه كيتكلف كما كتشوفوا معايا هنا راه جاوا 4 ديال لي تيغواغ لان ما كبارينش بزاف. الجهه الاخرى اللي تخدموا لي كاسخولي اللي كبار هنا جاو 4، وخا من نوع صغير كما كتشوفوا معايا راهو مصحاح، يعني كيهزو ثقل وخا ماشي كبار. هذه البلاصه ديال لا بوبيل، كما كتشوفوا معايا تحت الليفي ضروري كيخدموا بواحد الطريقه، وخا يعني الليفي الا قطر الماء الماء ما كيوصلش للخشب. وهذه الجهه اللي كنقول لكم ضروري ما تخلي واحد الثلاجه واحد البلاكار تما اللي غادي تكون بحال عندكم واحد البلاصه ديال الخزين كتجمعوا فيها ستوك ديال السلعه، هذيك السلعه اللي ما كتخشاش بطبيعه الحال وسط الثلاجه. حاولوا ما امكن تخليوها كبيره، يعني كل ما كانت عندكم المساحه اكبر ما تشطروش في هذاك البلاكار اللي كتكون حدا الثلاجه. وبطبيعه الحال كاينين كاينه البلاكار اللي غادي تكون مباشره فوق الثلاجه، حتى بالنسبه للبيبان هادو ديال الزاج اللي كيبغي يدخلهم نيت كيعطيو واحد الديكور زوين في تصميم الكوزينه ديالنا. وكما قلت لكم في الفيديو الاول ضروري ما يدار لهم واحد النوع ديال الصابلاج باش ما كيبينولكش اللي داخل. ومني تجي تصمم المطبخ ديالك ضروري بالنسبه للبلاكارات اللي كيكون بيناتهم لاهوت كما شفتوا معايا يكونوا باراليل، يعني نفس الخدمه اللي غتخدمها هنا تخدمها هنايا. واذا بغيتي تغطي كاع هذاك القادوس ديال لاهوت راه حتى هو كيجي مزيان، كدير واحد البلاكار اللي كتكون دايزه فوق لاهوت كما شفتوا معايا، يعني التصميم جا زوين ديزاين زوين. ولكن بطبيعه الحال كما كنقول لكم دائما قبل ما ديروا استالاسيون ديال الماء واستالاسيون ديال الضوء ملي تساليوا البناء ضروري ديروا تصميم ديال الكوزينه، يعني قبل ما توصلوا لهاد المرحله ديال البلاكارات
باش ملي كنوصلوا لهاد المرحله هذه ما كيكون عندنا حتى اشكال لا من ناحيه ديال الواد الحار او لا سطالاسيون ديال الماء، فين غنديروا اللافابو، فين غنديروا الليفيي، ولا بالنسبه للبريزات، يعني كنكونوا هانيين من هاد المساله. لهذا انا دائما كنقول لكم التصميم ديال الطخوات ديال المطبخ ديالكم يدار ملي تساليوا البناء، يعني قبل ما يدخل مول الضوء والماء. انتم كما شفتوا معايا قلت لكم في اول فيديو، يعني كاينين لي كاسرولي والمجوره بزاف، وهذا الشيء اللي كيطلع الثمن ديال الكوزينه، ولكن بطبيعه الحال راه كينفعوا كيهزوا بزاف كما شفتوا معايا، شي حاجه اللي زوينه بزاف. هاد الجولات هادو كيخليكم تاخذوا عده افكار، لا من ناحيه ديال التصميم، واللي كيكون عنده نفس المساحه تقريبا اولا نفس الشكل، مثلا كتكون عنده كوزينه على شكل طولي اولا مربع اولا باغي خدمه على شكل اي، يعني كتلقى مثلا نفس البلون تقريبا غيكون عندك في الدار ديالك وكتاخذ فكره. اللي ما دارش اللايك هبط لتحت، ما غيخسر والو، غيهبط لتحت غيدير واحد اللايك. نتمنى نلقى العدد ديال المشاهدات بعدد اللايكات، لان الاخوان كيتفرجوا ولكن كينساو ما كيديروش اللايك. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم المتواصل وعلى التعاليق المزيونه اللي كتخليو لي وكتفرحني، الله يخطيكم عليا كاملين. حاولوا تبارطاجيو القناه باش توصل اكبر عدد ممكن من الناس، وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.